بسم الله الرحمن الرحيم. في نهاية هذا اليوم بالنسبة لنا في حزب العدالة والتنمية وبعد اجتماع الأمانة العامة تفاجأنا بخبر أن أغلب محاضر التصويت لم تسلم لممثلي مرشحي الأحزاب السياسية وخصوصا ممثلي مرشحي حزب العدالة والتنمية في عدد مهم من الدوائر وفي عدد مهم جدا من الأقاليم. وبما أنه لا يمكن أن نتصور نتائج بدون محاضر فإننا لازلنا ننتظر هذه المحاضر كي نقول رأينا في النتائج، ونعتبر أن عدم تسليم المحاضر للتصويت هو عمل مرفوض لأنه منافي للمقتضيات القانونية التي تفرض تسليم المحاضر إلى ممثلي الأحزاب السياسية في المكاتب، وعدم تسليمها لا يتيح التأكد من النتائج الحقيقية للعملية الانتخابية. وستعقد الأمانة العامة لقاء استثنائيا غدا صباحا بعد أن نجمع مزيد من المعطيات في هذا الموضوع. شكرا جزيلا.